عائشه قنديشه بزاف الناس غالطين فيها. عائشه قنديشه كلشي الناس كيسعبوها على انها جنيه وداكشي، والعكس هو اللي كاين. عائشه قنديشه واحد المره اللي عملت حرب العصابات، اول مره عملت في العالم حرب العصابات. كانت بنت جميله، الجمال ديالها خلاب، يعني الراجل كيف ما كان النوع ديالو قدامها ما يقدرش يتحكم في العواطف ديالو. وكانت كتسكن حدا الجرف الصفار، جيت جديده في الدخله ديال البرتغال. ملي دخلوا كان الدوار ديالها هو الاول اللي بداو به، قتلوا كلشي. هي كانت خارجه من الدوار، ملي جات ولقات هذاك الشيء ميت، وقع عليها